بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم غنوريكم كيفاش نحافظوا على الخرج ديالنا مده طويله. كاين بزاف البنات هيقولوا لي علاش نحافظوا عليه، هو اصلا كيتباع جوج دراهم للورقه، يعني ماشي غالي، بامكان 10 دراهم تشري خمسه وتخليهم. بغيت نقول بان ماشي كل وحده قريبه عند مول العقيق، او كل وحده يعني كاين شي مره عتخدم في الليل، يعني واخا يكون ديك جوج دراهم يعني ما يمكنش عتمشي نتينا عند مول العقيق بالليل. ولهذا انا جبتكم واحد الطريقه سهله، غنوريكم واحد الخرج انا استعملته بزاف بحال هذا. ها هو شوف مسكين، راه ما باقيش عاد كيخدم مره ثانيه، شوفوا، لان ها هو لان مشى. علاش؟ لانني مؤخرا بديت كنخدم في مبرة بزاف، وكيف ما كتعرفوا بان مبرة مصوفه، ملي كنتكي عليها باش تخرج تخرج فحال الزواقه، ها هي كيف ما كتشوفوا كنتكي عليها، ها انا قطعتها. علاش؟ لان هاد الورقه هذه خفيفه بزاف. ولهذا شنو عملت، نشوفوا هاد الخرج ديالي هذا جديد، ها هو كيف ما كتشوفوا يعني فيه الرسومات، وإلا لاحظتوا بأنها نفس الزواقة. هيا هاي 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 نفس الزواقة. علاش هذا ما تخسرش؟ لأنني شبرت في الظهر ديالو، ها هو في الظهر ديالو شبرت سكوتش وفتحته على هاد الطريقة هادي، وعملته هذا الصف الاولاني، الصف الثاني، الصف الثالث، يعني تتسالت لي هاد الورقه هذه كامله. بعد ما عدلت هكذا، كيف ما كتعرفوا بان كيبقاو في الجنابات هاد اللصق، هذا كيبقاو في الجنابات. شنو شبرت مقاس، لان يقدر مع مده اي يرجعوا للوجه، وعنكون انا كنعدل وما يخرجش في الجهه ديال الثوب. ولهذا شبرت المقاس، او ملي تجي تلصق لصق على الحاشيه، يعني ما تلصقش ما تدخلش، وعتقطع هكذا صافي، عتقطع. وهانتينا ساليتي الطريقه المحافظه على الورق ديال الخرج او ورق ديال الكربون. بغيت نقول هاد الورق ديال الكربون كيتباع عند مول اي عقيق، كيبيعوا قلو ديني الخرج ديال الثوب، يعني ديال الثوب ماشي ديال، يعني الخرج تمشي مكتبه، راه مكتبه ما كيبيعوا شي، وبالاحسن يكونوا فيه هاد الخطوط. هذا كاين خرج واحد اخر شفاف، هذاك ما كيخرجش مزيان، بالاحسن تختاروا هاد النوع هذا. وثمن ديالو 2 دراهم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ومع درس اخر ان شاء الله، وشكرا.